يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إخواننا قعدوا يفسروها، في ناس فسرتها على هواها وقالت إن الرحال لا تشد إلا للمساجد، يعني الحديث يخص المساجد بس، لكن إحنا ممكن نشد الرحال لأي حاجة تاني، إنما المساجد ما نشدش الرحال إلا الدولة بس، لكن نشد الرحال لأي حاجة تاني. طب زي إيه يا أخويا؟ قال لك ممكن نشد الرحال للمقامات، نزور مقام سيدي فلان وسيدي فلان ونشد الرحال، نشد الرحال لأي حاجة تاني. لا، افهم الحديث عشان قادر تعرف تفسره. الحديث هنا ما خصش المساجد بس، هات أول الحديث وانت تعرفه. الحديث يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني الرحال لا تشد إلا للثلاثة دول بس، يعني ما نشدش الرحال لأي حاجة تاني. صحح المعلومة عندك، صححها بقى. المعنى بتاع الحديث: الرحال لا تشد إلا للمساجد دي بس، إنما غير كده ما نشدش الرحال تاني. ما تقولش أشد الرحال أروح بقى لسيد فلان وسيد علان وأروح لفلان. لا، المعنى بتاع الحديث إن الرحال لا تشد نهائيا إلا للأماكن دي، غير كده ما نشدش رحال. أدي المعنى الصحيح للحديث، لكن ما تقوليش لا الرحال تشد للمساجد دي إنما أي حاجة تانية نشد لها رحال. لا يا أخويا، ده هما الثلاثة دول بس نشد رحال ليهم، غير دول ما تشدش رحال تاني. خلاص نقول للرحال اقعدي، ما ترونتي ماليش فيكي، مش بتاعتي أنت يا رحال غير لدول. أدي معنى الحديث الصحيح أهو. يبقى لا تشد الرحال أي إن الرحال لا تشد إلا للمساجد دي، وغيرهم لا تشد رحال نهائيا. إنما أنت بتقول بقى أنا وأنا في القاهرة مريت على الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، مريت على السيدة زينب رضي الله عنها، عن السيدة نفيسة رضي الله عنها، عن آل بيت رسول الله رضوان الله عنهم، عاوز تدخل تصلي ركعتين وتدخل المقام زيارة موتى وتديها زي بعضه، ما حدش مانعك. إنما عشان تقول أروح مخصوص وأجهز وأعد سفر لا، مش هينفع. بقولها لك أهو، إنما أنا ما منعكش، أنا نفسي بروح، أنا ما من القاهرة بنزل، ما أروح مقام السيدة زينب وبروح الأماكن الطاهرة دي وبروح هناك وأصلي ركعتين لله وأقعد أدعي كتير هناك، ما فيش مشكلة. دول آل بيت رسول الله، دول العترة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش يقدر يعاديهم، ما حدش يقدر يقف قصادهم، ما دول عترة النبي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. وفي حديث: كتاب الله وسنتي. يبقى عترة رسول الله ما نقدرش نأذيهم، دول آل البيت، ربنا يحشرنا مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرمناش منهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ما انت لما بتصلهم بتصل رسول الله، مش دول الرحم بتاعت الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وانت بتروح بتصل الرحم دي، بتزورهم كأموات. لكن لا ينفع ولا يضر إلا أنفسهم بس. لكن واحد يقول لك ده انا رحت عند السيدة زينب وكانت الأمور واقفة، أول ما رحت هناك وقلت يا سيدة اقضيلي الموضوع ده، الموضوع اتقضي. اوعى اوعى تقول كده، ما ينفعش انت كرجل مسلم واحد سني تقول الكلام ده. اما سيبنا ايه للناس التانية، انت راجل متعلم. السيدة زينب عمرها ما قالت ما هتقضي لك المصلحة دي، ولا السيدة نفيسة ولا الإمام الحسين هيقضوا لك مصلحتك، هم خلاص حياتهم انتهت، ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لكن هم لا هيقضوا لك مصلحة ولا هيقضوا ولا هيعملوا لك عملية لابنك ولا هينجحوا ابنك ولا أي حاجة من ده كله. عايزين نصحح نفسنا شوية ونصحح الحاجات اللي احنا ورثناها جهل.
لكن انت تروح هناك وتدعي ربنا وتتوسل بربنا وبالاعمال الصالحه وبالكذا وكذا وكذا وكذا، لكن تتوسل بالسيده زينب او غيرها لا يجدي بشيء. حرام حرام. الذبح لا يكون برضو للسيده زينب او لغيرها، الذبح لله. وقاعد يقول لك انا نظرت ان انا اروح لسيدي الفولي واذبح هناك، الله حاسب، ده لله. انت لو ذبحت هنا او هنا او هنا ده انت دخلت في دوامه كبيره. احنا عاوزين نصحح بعض الامور اللي احنا يجب علينا ناخد بالنا منها يا اخوانا. انما هل انا ما بروحش الفولي؟ بروحه وبصلي جوا الجامع هناك، ولما بيضيق عليا الامور شويه بروح اقعد في المقام شويه كده وارتاح شويه كده، بزور ميت برتاح شويه هناك. يعني اذا ضاقت الصدور فعليكم بالقبر، بروح اقعد شويه هناك في القبر هناك شويه او في المقام بتاعه شويه. ما حدش يمنع يا اخوانا، ولا بنمنع حد من زياره القبور، بس بقول لكم حاجه، ما احنا بنقول اخلاق وتهذيب. الناس اللي تعرفهم دول هم اللي تروح لهم، بس اللي ما تعرفهمش ما تروح لهمش. واحد يقول ده في مقام لفلان الفلاني، انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. طب بتروحوا ليه؟ بروح اتبرك بيه. ما عندك يا عم القبور ادامت انت ما تعرفوش، ويطلع ابنك من بعديك يروح له، واللي بعديه يروح له، واللي بعديه يروح له. يبقى الراجل ده بقى المبرك بتاع الناس كلها، والراجل ده بجواله هو ممكن يكون اساسا حرامي، ممكن يكون اساسا مش مدفون في المكان دوت، ممكن اساسا يكون قطع طريق وله مجموعه عملوا له مقام زي ما حصل في مكان معين، ووزعوا من بعديه التركه بتاعته، وامور كثيره جدا بتحصل. فالمقام اللي تعرف صاحبه وتعرف عمله، راجل مجاهد في سبيل الله، مجاهد بالعلم، مجاهد زي الامام القرطبي، ما هو عمل كتابه الجامع في احكام القران، تفسير القران. هتقول لي ما اروحش للقرطبي؟ لا ده راجل اهو عرفنا سيرته وعرفناه، اروح له. ما اروحلوش ليه؟ بس ما اروحلوش بقى واشد الرع، ده اهو ده في المنيا هنا اهو، شارجينا هنا اهو. لكن بقى ما تقوليش بقى ان فلان ده انا ما اعرفوش ورحت له، بتروح له ليه؟ بتروح له ليه؟ وبعد كده تبقى على طول بقى الناس تروح له، ما انا ما اعرفوش. واحد يقول لي ده مقام السيده زينب في غرب تله، الله. هي السيده زينب دي لها 100 مقام، هي اتدفنت في 100 مكان. ها؟ السيده زينب هنا، والسيده زينب في الصعيد، والسيده زينب في القاهره، السيده زينب. يا عم ما تروحش غير اللي انت عارفه بس، علشان ما تعملش مصيبه والناس يمشوا وراك فيها. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد